استدراك واحد بس صغير، يعني فين احنا بنسمع من واحنا صغيرين من ايام حرب 73 عن سلاح البترول العظيم؟ فين سلاح البترول دلوقتي؟ هيمنع الميه؟ طب احنا بنداب اول نمنع بقى البترول ونضغط عليهم. ده يا شغل اللي احنا محتاجين نضغط في كل الاتجاهات. شكرا. كلمه من الفنان الكبير احمد. مساء الخير عليكم جميعا. اولا انا بشكر قاعده المهنه التمثيليه وبشكر كل فنانين لانهم دايما في الطليعه، دايما في طليعه الامور ودايما في الصفوف الاولى في اي قضيه قوميه. وانا عايز اطمنكم للي بيحصل ده، هذا نصر عظيم للفلسطينيين. ما يحدث نصر كبير لاخواننا في فلسطين، وان شاء الله نصر للامه العربيه كلها. الامه العربيه التي ربما نراها متفرقه ومتشرذمه ومش واقفه موقف كما ينبغي ان تقف، هيجي لها وقت مع هذا الضغط وهتوقف وقفه كبيره مع بعض، زي ما هو واقفه دلوقتي في مساله التهجير القسري. التهجير القسري بنص القانون الدولي هو جريمه حرب. لا يجوز لاي محتل ان يهجر قسريا الناس اللي موجوده على الارض اللي بيحتلها، وبالتالي هذه جريمه حرب. كل الامه العربيه، كل الشعوب العربيه والدول والحكومات رفضتها كما نرفضها في مصر. نحن في مصر احنا مش بنرفضها، دي مساله منتهى منها. سيناء احنا دافعين ثمنها من الدم والعرق كتير، 75 سنه واحنا ننزف دمًا على ارض سيناء ونرمي رمال سيناء بدمائنا ودماء اولادنا، وبالتالي لا تفريط نهائي في اي حبة رمل من رمل سيناء. هذا موقف الشعب المصري وموقف القيادة المصرية، وكلنا ممكن نموت دون ذلك. مسألة ما فيهاش كلام. اسرائيل لا ترهبنا. اسرائيل دول يا جماعة ممكن بشوية صواريخ زيادة يفكوا ممكن النظام ده يفك، وعشان كده الحاملة الأمريكية موجودة في البحر الأبيض، علشان هم عارفين الشدة اللي أنا عايز أطمنكم ليه تماماً. مقاومة إخوان فلسطين ده شيء جميل، أنا أرفع لهم ودائما برفع لهم القبعة من زمان. كان مقرر علينا إننا نعمل، لازم كل سنة نعمل عمل وطني عن قضية فلسطين. الناس الكبار اللي زي حالتنا عارفين هذا الكلام، لازم بنعمل عمل عن قضية فلسطين. فاحنا عارفين وعارفين المقاومة ماشية ازاي. المقاومة الفلسطينية بدأت من ايادي فارغة لايادي فيها حجر، لايادي فيها نبلة، لايادي فيها مخلاع، لايادي فيها بندقية، لايادي فيها صاروخ وطيارة النهاردة، وقادرة انها تزلزل اسرائيل، وقادرة انها تملى مطار بن غوريون بالمهاجرين الاسرائيليين الى خارج اسرائيل. فاطمنوا، القضية قضية وقت. القضية لم تبدأ من سنة 48، هذه القضية مبتدية من سنة 1886. 1886 تشكيل
جماعة الكف الأسود وهي جماعة مقاومة فلسطينية كان مهمتها إنها تقتل كل فلسطيني يبيع أرضه لليهود. وفضلت هذه القضية من 1868 ل 1898 مشروع إقامة دولة لليهود كما أعلنها تيودور هرسل في سويسرا ثم وعد بلفور.